خلينا بقى نقول لكم فقراتنا النهارده. هينورنا فيها الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابه جريده الفاكت، واللي هنتكلم معاه عن مبادره كتف في كتف، المبادره الاهم والاعظم اللي بتقوم بيها مصر بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات علشان توفر 4 مليون كرتونه غذائيه للاسر المحتاجه. هنعرف كواليس المبادره وتفاصيل كتيره عنها في فقرتنا دي. اما فقرتنا الثانيه هينورنا فيها الناقد الرياضي سعيد علي، واللي هنتكلم فيها عن مباراتي الاهلي والزمالك في افريقيا، واللي انتهوا امبارح بفوز الاهلي 4-0 على القطن الكاميروني في الكاميرون، وخسارة الزمالك لمباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر علشان يودع البطولة رسميا. هنعرف الكواليس والأخبار بعد النتيجتين دول في فقرتنا التانية، بس الأول هنروح نشوف إيه الترينز اللي المصريين كانوا بيدوروا عليها على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مرة تانية. صباح الورد عليكم مرة تانية. هنبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللي أكدت أن اختبارات الثانوية العامة 2023 هيكون من خلال بنك الأسئلة، واللي بيحتوي على عدد كبير من الأسئلة في كل مادة دراسية تم وضعها من خلال المتخصصين في المواد الدراسية المختلفة. وطبعا هيتم مراجعة جزئيات الامتحان من قبل اللجان الفنية قبل طباعتها للتأكد من مطابقة الأسئلة وجزئيات الامتحان للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، أكيد عدم وجود أي أخطاء في صياغة الأسئلة وتدقيقها وانضباطها. تفاصيل أكتر عن الامتحانات وتفاصيلها هنعرفها من ضيفتنا على الهاتف، الأستاذة نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الورد على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الفل عليكي. خلينا بس في الأول كده نطمن الناس، إيه آخر أخبار شكل امتحانات الثانوية العامة؟ إيه الشكل النهائي للامتحانات؟ طبعا احنا اولا بنأكد ان امتحانات الثانوية العامة موعدها كما هي، هتبتدي يوم 12 يونيو المقبل، هتبتدي بالمواد اللي هي خارج المجموع وبعد كده المواد اللي هي داخل المجموع. طبعا انا بأكد الكلام ده لان كان في اشاعات على السوشيال ميديا بتقول ان امتحانات الثانوية العامة هيتم تأجيلها، طبعا هذا الكلام عار تماما من الصح. طبعا بالنسبة لمواصفات الورقة الامتحانية السنة دي هيبقى فيه 15% من الأسئلة للأسئلة المقالية و 85% من الورقة الامتحانية للأسئلة الاختيار من متعدد. طبعا في تعليمات وتوجيهات من الوزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الأسئلة تبقى يعني كل سؤال يحتمل إجابة واحدة، ما يبقاش يحتمل أكثر من إجابة، لأن دي كانت الشكوى المتكررة من طلاب الثانوية العامة على امتحانات على مدار السنتين الماضيين، كانت الإجابات بتبقى متشابهة في الاختيارات إلى حد كبير، يعني كان بيبقى اختلاف على كل سؤال ممكن يبقى له إجابة أو اثنين من الاختيارات، لكن السنة دي الوزير مدي تعليمات واضحة وصريحة إن كل سؤال يبقى له إجابة واحدة محددة.
طبعا النماذج الاسترشاديه لامتحانات الثانويه العامه الوزاره اعلنتها واتاحتها على موقعها الالكتروني، بحيث ان الطالب يدرب نفسه ويعرف شكل الاسئله هيبقى عامل ازاي ويحط لنفسه زمن للاجابه عليها. وطبعا الوزاره تابعت ذلك بنشر اجابات نموذجيه للاسئله، وموجوده دلوقتي يا فندم على الويب سايت، صح؟ يقدروا الطلاب يخشوا يجربوا الموضوع ده. طبعا يبقى بالنسبه لهم قبل الامتحانات كبيره ان هم يبتدوا يدربوا نفسهم على شكل الامتحانات، ويدوا كمان وقتهم يدوا نفسهم وقت للاجابه على الاسئله المختلفه، ويبقوا عارفين شكل وطبيعه السؤال. وعلى فكره ده كان مطلب لطلاب الثانوية العامة، إن يبقى شكل الامتحان هم عارفينه مبكرا. طبعا الوزارة أعدت بنوك للأسئلة، فيها يعني آلاف وملايين من الأسئلة، بحيث إن يعني يتم اختيار الأسئلة المناسبة لكل امتحان والزمن المحدد للإجابة عليها. طبعا اللي وضع الأسئلة دي مجموعة من الموجهين والمستشارين والمعلمين، بحيث يبقى في توافق على كل سؤال وما يبقاش في اختلاف في الاجابات، خاصه اسئله الاختيار من متعدد. الوزاره حددت يعني قبل الامتحان ايضا بفتره كبيره عدد الاسئله لكل ماده امتحانيه هيبقى قد ايه، والدرجه المخصصه لكل سؤال هتبقى قد ايه، برضو عشان يبقى الطالب على علم قبل دخول امتحانات الثانويه العامه. كل حاجه واضحه من دلوقتي يعني يا فندم. طب احنا عايزين نعرف برضو من ضمن التساؤلات اللي كانت موجوده السنين اللي فاتت، عايزين نعرف السنه دي ايه الاجراءات اللي هتقوم بها الوزاره لمواجهه الغش الالكتروني؟ هو طبعا في يعني تعليمات مشدده بتطبيق قانون الغش على جميع الطلاب او الملاحظين او من يعني يشترك معهم، سواء ملاحظين او رؤساء لجان في مساله الغش، يبقى في عقوبات مشدده وواضحه، وطبعا بيتم تعليقها في اللجان علشان يبقى الطالب عارف اللي ليه واللي عليه وهو داخل يعني لجنه الامتحان. طبعا بالنسبه للوزير نفسه بيقول ان في تقارير بترفع ليه بالنسبه ليه لو في اي مشاكل بتواجه، زي مثلا لجان الغش اللي تم يعني الغائها تماما من لجان الثانويه العامه، اللي كانت معروفه عنها على مدار السنتين الماضيين ان بيبقى فيها غش جماعي، دي طبعا تم يعني او شبهه غش جماعي، طبعا دي تم الغائها تماما. طبعا النقل بين المحافظات بين محافظه الى اخرى، ده طبعا ايضا الوزير يعني لغى هذا الموضوع خاصه قبيل امتحانات الثانويه العامه. وفي لجنه لاي حاله نقل لاي طالب في الثانويه العامه، لجنه يعني مكونه من عدد كبير من المسؤولين بتحدد هذا الطالب يستحق ان هو يتنقل مثلا، او مثلا الانتقال شغل والده او لاسباب يعني منطقيه بتراها اللجنه ام لا. وطبعا اللجنه دي عليها يعني رقابه شديده من الوزير شخصيا. بالنسبه للدكتور رضا حجازي، قال حتى الان اللي وصلوا في التقارير لمتابعه امتحانات الثانويه العامه والاستعدادات ليها المبكره انها زيرو افكت، يعني ما عندهوش اي حاجه بتشير الى ان الامتحانات مش هتسير بشكل طبيعي، وبالتالي هو يعني بيأكد ان الامتحانات السنه دي هتبقى منضبطه، هيبقى في اجهزه معنيه يعني بتبقى مسؤوله مع وزاره التربيه والتعليم لتحقيق هذا الانضباط. كويس قوي. طب استاذه نيفين، من ضمن الحاجات برضو اللي كانت مطروح مناقشتها الفترات اللي فاتت قصه الامتحان الاوبن بوك، فايه اخر تطورات الموضوع ده؟ هو طبعا الامتحان مازال بنظام الاوبن بوك، ولكن مش هيبقى عن طريق ان الطالب يصطحب الكتاب داخل اللجنه الامتحانيه او يستخدم التابلت، هيبقى من خلال كتيب مفاهيم هيوزع للطالب مع بدايه امتحان كل ماده، والطالب هيرجعه مره اخرى الى اللجنه الامتحانيه بعد الانتهاء من الاجابه. هو يعني الكتاب ده جديد، ده الموضوع السنه دي ولا حصل في السنوات اللي فاتت؟ لا، هو مستمر من السنين اللي فاتت، بس السنه دي ان الكتيب المفاهيم هي ممكن الطالب يعني يقدر يستعين بيه في بعض القوانين او النظريات، لكن طبعا مش هيبقى فيه اجابات للاسئله بصوره واضحه يعني، لكن هو للاستعانه به فقط اثناء الامتحان او اثناء الـ يعني الـ الحل بتاع الاسئله. هتوزع عليه كتيب وهو هيسلمه مع ورقه الامتحانات أو ورقة الامتحان بعد ما يخلص امتحانه. وبنشكرك شكرا جزيلا الأستاذة نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام. طيب هنروح بقى دلوقتي نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونرجع لكم مرة تانية.
طيب بعد ما شفنا درجات الحرارة وإحنا في بداية الأسبوع ابتدى بقى الجو يحرر ويبقى معتدل نوعا ما، هل الأجواء هتفضل بنفس الشكل ده الأيام اللي جاية ولا في احتمال لعودة البرد مرة تانية؟ ده اللي هنعرفه من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. احنا دايما في بداية الأسبوع بنحب نطمن من حضرتك على الأسبوع ده الجو هيبقى عامل فيه ايه، فاحنا عايزين تقولي لنا كده عشان طبعا ان شاء الله يوم الخميس كل سنة وحضرتك طيبة، في الغالب هيبقى أول يوم رمضان، فالناس عايزة تطمن بقى الجو أخباره ايه الأسبوع ده. هو طبعا احنا بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة إن شاء الله بنشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، تعود تاني درجات الحرارة ما بين 21-22 درجة مئوية خلال فترة النهار، لأن احنا هنتأثر بمصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وجود كمان امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس فترة النهار، فبالتالي بتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. أجواء شتوية نقدر نقول مائلة للدفء المعتدلة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد ده بيكون فترة النهار. فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الصغرى فترة الليل ما بين 12-13 درجة مئوية، فأجواء فترة الليل بتظل أجواء باردة أحيانا في بعض المناطق. باردة لحد ما، أحيانا في بعض المناطق بتكون شديدة البرودة خاصة المدن الجديدة الأماكن الصحراوية بشكل كبير. بالإضافة كمان إن احنا فترة النهار وأيضا فترات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح، ده متوقع يكون معانا لمدة 72 ساعة قادمة، هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. كمان متوقع كمان اليوم ويمكن بدأت خلال الساعات الأولى من الصباح تساقط للأمطار، أمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة المتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، تمتد الأمطار خفيفة لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، وبالفعل خلال الساعات الأولى من الصباح بدأت على بعض المحافظات وده متوقع يستمر معانا لحد اليوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. مع يوم الثلاث يمكن كمان يوم الثلاث هتكون البداية الرسمية لفصل الربيع إن شاء الله 21 مارس، هتبدأ درجات الحرارة ترتفع ارتفاع طفيف، فمع يوم الخميس وهو متوقع غالبا يكون أول يوم رمضان تكون العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، مش ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، ارتفاعات طفيفة تظل معها الأجواء نقدر نقول مائلة للدفء الدافية فترة النهار، برد فترات الليل، لكن نأكد ان احنا لازم ناخد بالنا من فترات الليل حتى انها لو هتكون باردة الى حد ما، يعني نقدر نطمن الناس الاسبوع ده الجو معتدل جدا جدا جدا. بالظبط لحد نهايه الاسبوع ان شاء الله لحد يوم الخميس الاجواء معتدله تماما، بس خلينا نقول لحد نص الاسبوع اجواء فيها شبه اجواء شتويه، مع يوم الثلاث تبدا تاني الاجواء تستقر بشكل كبير وتكون اجواء دافيه فتره النهار. اليوم في اتربه ورمال مصاره لكن هتكون في بعض المناطق من مدن القناه محافظه البحر الاحمر شمال الصعيد ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. كمان الفتره اللي جايه شهر بقيه شهر ثلاثه وشهر اربعه دايما الفتره دي من السنه بتكون تنشط فيها الاتربه والرمال المصاره، فمهم جدا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه في اي وقت واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، وبناكد تاني ملابس شتويه فترات الليل، ناخد معانا جاكيت فترات الليل لان مع رمضان طبعا الناس بتحب تخرج فتره الليل وبتحب طبعا صلاه التراويح بتبقى بالليل طبعا. فناخد بالنا من نوعيه الملابس، يعني نسهل المواضيع على الناس كده، هنشيل الشتوي يا جماعه بس هنسيب الجواكت عشان بالليل، صح لا ما نشيلش الشتوي، لا لسه ما نشيلش الشتوي دلوقتي الملابس الصيفيه مش دلوقتي خاصه فترات الليل، يعني احنا بنقول فتره النهار لو خففنا ده مش هيكون فيها مشكله، فترات الليل لسه محتاجين الملابس الشتويه، يعني الصبح صيفي وبالليل شتوي تقصدي تقولي كده؟ لا خريفي، بلاش الصبح صيفي دلوقتي خالص لان كمان عندنا اطفال وكبار السن ما بيستحملوش لسه انخفاض في درجات الحراره. خلاص فهمت، يعني لسه بارد شويه، يعني لسه مش الصيف مش دلوقتي. خلينا نخلي الصيفي دلوقتي هيكون بعد العيد ان شاء الله. باذن الله، كل سنه وحضرتك طيبه وبشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. طيب خلونا بقى نخرج لفاصل ونرجع لحضرتكم مره ثانيه.
ورجعنا لكم مرة تانية، وخلونا نروح لخبر تاني. امبارح استضافت شركة مواصلات مصر مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل والمواصلات UITP، وده تحت رعاية السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللي بيعتبر أول تواجد رسمي للاتحاد على أرض مصر، وده طبعا تعزيزا للمركز المتقدم اللي حققته مصر في جودة الطرق والمواصلات الذكية والمستدامة في الجمهورية الجديدة، وهو المجال اللي بتتصدره شركة مواصلات مصر بتقديم خدمات النقل الذكي والمستدامة استدام في المدن الجديدة. المؤتمر ده تم انعقاده بتنظيم شركة ترانسميديا بالتعاون مع شركة سترايك ميديا المتخصصة في تنظيم الأحداث الكبرى. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. أول حاجة، المؤتمر ده مش بتاع مواصلات مصر، ده مؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات العامة. الحمد لله الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لأول مرة في مصر بعد غياب 8 سنوات نتيجة الإنجازات اللي موجودة في الدولة المصرية في البنية التحتية اللي بتتعمل موجودة دلوقتي. الحقيقة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة هو أقدم اتحاد على مستوى العالم من 1889. الاتحاد بيضم في عضويته الثلاث افرع للتنقل على مستوى العالم. كميه المشروعات القوميه اللي بتقام الناس كلها بتتكلم عليها النهارده في المؤتمر، بيقولوا احنا ما كناش متخيلين ان هذه المشروعات ان مصر فيها هذه المشروعات العملاقه. البنيه التحتيه من غيرها كل الحاجات التانيه مش هتحصل. والبنية التحتية دلوقتي الحمد لله مش بس شبكة طرق وشبكة كباري، لا، هو كمان في توجه كبير جدا على المستوى البنية التحتية للمشروعات الجر الكهربي وعلى المشروعات النقل الحضري المستدام. وكمان في سياسات بتحصل دلوقتي لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل التشاركي والنقل العام. المؤتمر اليوم يتكلم عن ترابط وتكامل المواصلات العامة، يعني لابد أن يكون في ترابط بين خدمات المترو وخدمات الحافلات وخدمات اللي متعلقة بالخدمات التاكسي والأجرة، سيارات الأجرة وسيارات الليموزين، وأيضا المشاه اللي طلب الآن التنقل تحتاج إلى أعداد كيلومترات كثيرة من المشاه، والمشاه يطلب أيضا أن يكون في هناك معايير لتواجد المشاة أساس أن الجمهور يقدرون يستخدمون المشاة يتنقلون من موقع إلى موقع. منظومة النقل صارت سهلة جدا، ويعني مغطى بشكل كبير من المناطق، سواء كانت مناطق الأعمال المركزية أو مناطق الحضرية أو مناطق تكون فيها مثل المولات. فإذا كانت الوسيلة متوفرة، بالعكس أنا رايح أستمتع بوقتي، أقدر أعمل يعني خلينا نقول استجمام لعقلي وذهني وبدني، بدل ما أنا أضيع وقتي في بالضغط النفسي في الزحمة وأبحث عن موقف في المكان نفسه. فشيء طبيعي، نعم، التوجه المستقبلي نحو النقل الجماعي المشترك. فالحقيقة المؤتمر ده جه في وقته، وإحنا بننتهز الفرصة دي عشان نساهم بمنتجاتنا ونعرف المشغلين ومهتمين بالنقل في العالم بالشركة بتاعتنا اللي بتنتج وسائل النقل على مستوى الجمهورية، وإن شاء الله ابتدينا في التصدير للدول المجاورة والدول الإفريقية، ونطمع إن شاء الله نصدر لأوروبا وكافة دول العالم. طيب، زي ما كنت بقول، كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص أيام قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان، خلونا بقى نتكلم عن مسلسلات رمضان، ولكن تترات المسلسلات. أنا الناس اللي التتر وتقدمت الأغنية اللي بتتغنى فيه بتكون عنصر مهم جدا عشان أكمل أو أختار أصلا المسلسل اللي هتفرج عليه. يعني مثلا ما فيش حد فينا ما حبش أغاني علي الحجار اللي غناها في أكتر من مسلسل، زي بوابة الحلواني ولا ذئاب الجبل، وأكيد بعد كده بنحب المسلسل عشان خاطر الأغنية. رمضان اللي جاي بقى إن شاء الله هيكون مليان بمسلسلات حلوة هيشارك فيها وفي غناء تتراتها عدد من النجوم الكبار، زي محمد منير في عملة نادرة، وحنان ماضي في مسلسل ضرب نار، ومدحت صالح في حضرة العمدة، وغيرهم من المطربين الكبار اللي هنعرف دلوقتي كواليس أكتر عن غناهم وعن التتر اللي هيقدموه من الناقد الموسيقي محمد شميس. صباح الورد عليك يا فندم.
صباح الفل يا سلمى، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب وبالف صحه وسلامه. عايزين نعرف بقى دلوقتي، خلينا نبتدي بالكينج محمد منير وهو بيقدم تتر مسلسل عمله نادره. كلمنا بقى عن التترات والاغاني والحاجات اللي هنشوفها رمضان الجاي ان شاء الله. والله زي ما حضرتك كنت بتقولي كده من خلال الاسماء، فاحنا السنه دي قدام وجبه دسمه زي ما بنقول، ان الاسماء فيها يعني محمد منير عوده للتترات بعد كان اخر تتر تقريبا قدمه كان هو المغني، كان مسلسل هو كان بيقدم بطولته يعني، وكان قبل كده كان عامل بكار، فاحنا منتظرين وجوده يعني في شهر رمضان لانه نجم كبير وقيمه كبيره. بس احنا نقدر نحط مع بعض مجموعه من المعايير بحيث لما نيجي نسمع، احنا لسه ما سمعناش لان لسه ما نزلش حاجه، لما نيجي نسمع نعرف نقول ان التتر ده صناعه كانوا موفقين في صناعته ولا ما كانوش موفقين. يعني مثلا لازم التتر يكون بيعبر عن طبيعه الواقع الثقافي اللي بتدور في الاحداث. يعني مثلا لو احنا بنتكلم في الصعيد فلازم تبقى الالات اللي موجوده مستخدمه ليها علاقه بالثقافه الصعيد والتراث الصعيدي. صحيح، النطق الكلام نفس الكلام يبقى فيه اللهجه بتاعه الصعيد. لو احنا بنتكلم مثلا لو قدام مغني عاطفي بيقدم لنا تتر مثلا جاي لنا من ثقافه موسيقى البوب زي نانسي عجرم مثلا السنه اللي فاتت، فكانت لازم تدينا حاجه مختلفه عن اللي بنسمعها في الالبومات. خصوصا المسلسلات كلها بيبقى فيها اوضاع اجتماعيه، فيبقى مفيد جدا ان المغني يخرج من فكره الغنى العاطفي وان هو يقدم لي حاجه مختلفه بحيث ان انا اتعرف على جزء جديد من شخصيته الفنيه. وزي ما كنا بنقول مثلا نانسي عجرم كانت السنه اللي فاتت كانت عامله حاجه جميله جدا، كان عملها عزيز الشافعي، فكان لطيف ان احنا نسمع نانسي عجرم وهي بتقول يا ساتر على الظلم اللي من الاخر، ويعني في كلام. طب قول لي من وجهه نظرك كده، ايه التترات بتاعت السنه اللي فاتت اللي كانت موفقه جدا، وايه التترات اللي شفت انها ما كانتش ملتزمه بالمعايير اللي انت قلت عليها دلوقتي؟ ما هو يعني هم كتير، يعني انت معجب جدا بنانسي عجرم، وبعدين من حيث ان لما الناس تيجي تسمع هي وهي بتسمع مع نفسها تختار. يعني انت مش حابب تقول، مش حابب تقول رايك؟ لا يعني مش موضوع رأي، انا ما بيصمش يعني مش من نوعيه الصحفيين او النقاد اللي هم لازم يقولوا للناس ايه الصح. يعني انا احنا بنحط معايير من خلال الحاجات اللي احنا سمعناها قبل كده وذكرنا اسباب نجاحها، فلقينا ان الاسباب بتدور في الحاجات دي. اختيار بقى الافضل ده بيرجع للناس اللي طيب انت دبلوماسي جدا، خلينا نتكلم على الكبير قوي، احنا بنعرضه معانا على السكرين اهو. كلمني بقى اغنيه الكبير قوي او التتر بتاع الكبير قوي، نزل زي ما احنا قلنا برضو قبل كده في البرنامج كسر الدنيا وبمعايير بقى مختلفه تماما. انت عندك مسلسل تراث بقى اللي هو الصعيد برضو والحاجات دي، بس في نفس الوقت راب وحاجات غريبه، يعني احمد مكي دايما بيكسر المقاييس. فقول لي بقى رايك ايه في التتر ده؟ والله التتر ده برضو ينطبق عليه كل المعايير اللي احنا كنا بنتكلم فيها، لان هو بيتكلم باللهجه الصعيدي فبيعبر عن طبيعه المكان والخصوصيه بتاعته، وحتى في الالات بتاعته اللي بيستخدمها، سمعنا الكوله والاكورديون وهم بيلعبوا بالطريقه الشعبي، شفنا احمد والفريق اللي معاه كلهم طالعين بالزي اللي هم في العالم بتاع المزاريطة اللي هم عاملينه زي الشخصيات، وغنى يعني بشخصيتين والكلام ده كله، بيدخل لغة تانية مع الصعيدي، يدخل راب، يعني الموضوع الميكس غريب وجديد وكل مرة بنحبه. هو راب بس بالهوية الصعيدية، احنا شفنا رسومات يعني لو حد بيحب السيرة الهلالية هيلاقي الرسومات بتاعت الأسد كانت موجودة في الكليب، شفناه هو داخل بيقول انا راكب حصان الادهم، فبيرجعنا لحصان عنتره بن شداد اللي كان هو برضو اسمه الادهم، فبرضو مرتبط بالثقافه العربيه بتاعتنا، مش بيقدم لنا الراب النسخه الامريكي، بالعكس الراب ليه هويه وليه ثقافه مصريه وبيقدمه من منطلق ان هو العمده، ففي سيطره وفي قوه في الكلام لان هو في المسلسل هو العمده بتاع قريه المزاريطه، فلازم يكون بيغني بالباور الكامل بتاعه، مش بيغني باسلوب الغمغمه اللي هو طالع جديد موضه اللي هو المامبل راب اللي هو نسمع مثلا ويجز او مروان بابلو ما بيغنوش بالقوه الكامله بتاعت صوتهم. فده ما ينفعش يقدمه مكي لان هو الراجل احنا بنتكلم على واحد اسمه عمده البلد، فلازم يكون مسيطر مدي الاداء برده في الاغنيه، يبقى باور كامل. صحيح، التفاصيل دي بتورينا قد ايه ان هو فعلا شخص مذاكر هو عايز يعمل ايه، واللي بيقدمه ماشي مع العالم بتاع المسلسل اللي احنا بنتكلم في الموسم السابع، فكل تفاصيل البصرية واللغة والمزيكا كانت موجودة في التتر، حتى في التتر نفسه. صحيح، التتر بقى اللي هو الأساسي بتاع مش الأغنية جوه المسلسل، كان واخد منه سامبل من اللي هو
العربي فرحان البلبيسي، وده منشد صعيدي ومداح ومشهور جدا، وكان باين عليه التوزيع، حتى استخدم انا اسف يعني صوت الحمار كجزء من التوزيع الموسيقي في الاغنيه، لارتباط برضو الحمار دايما بالريف بانه يعني بيبقى دايما صديق الفلاح. فكان احمد شاطر جدا في ربط تفاصيل المكان بالاغاني اللي هو بيقدمها يعني، ودي من ضمن المعايير برضو اللي احنا بنتكلم فيها يعني. طب انا عايز اسالك سؤال يا محمد، عايز اسالك سؤال بس هتجاوب عليا ما تبقاش دبلوماسي. ليه انا بحس دايما ان مفيش حاجات بتعلم زي حاجات زمان؟ يعني مفيش حاجات بتعلم معانا قوي بتستمر مثلا زي ليالي الحلميه. الحاجات بقت سريعه، الريتم بقى سريع، بنفرح بالحاجه ونسمعها ونحبها جدا وبعدين تموت، نقعد نسمع الاغنيه مثلا اسبوعين كاملين ورا بعض بدون انقطاع وبعدين فجاه ننساها، فده سببه ايه؟ والله انا شايف ان سببه تعدد المنصات وتعدد الاعمال. يعني كان زمان كان مسلسل حضرتك كنت بتقولي ليالي الحلميه، فكان بيتعرض كان عندنا قناتين او ثلاثه يعني بيعرضوا مسلسلات، وكانت مصر كلها بتتفرج عليهم في نفس الوقت، فكان بيبقى في ارتباط ضمني ما بين المشاهدين وما بين العمل يعني. دلوقتي احنا عندنا كل قناه مثلا عندها اربع مسلسلات مختلفين عن القناه الثانيه وكلهم بيتذاعوا في نفس الوقت. شوف بقى احنا عندنا كام قناه فضائيه، فالطبيعي يبقى عندنا كام تتر وكام تنافس، فبيتتعدد بقى الاذواق والدنيا بتبقى زحمه، ففي حاجات اكيد بتسقط مننا، مفيش حد عنده القدره ان هو يقدر يتابع 16 مسلسل في شهر رمضان في نفس الوقت يعني. عشان كده في اكيد حاجات بتسقط مننا، لكن احنا لو مسكنا مثلا الاعمال كاغاني وناقشناها بالمعايير الفنيه يعني هنلاقي ان في، لا بالعكس، في حاجات كانت معموله جودتها احسن وافضل من اللي كانت معموله في السنين اللي قبل كده يعني، اللي كانت معلمه مع الناس من حيث الجوده ومن حيث التقنيات من حيث اداء المغنيين. بس طبعا يعني الصراحه ما نقدرش نقول من حيث الكلمات، لان الكلمات زمان يعني كانت ارقى ارقى وافضل كتير. طب انا عايز اسالك سؤال تاني برضو، بقينا دلوقتي الموضوع ما بيقتصرش بس على التترات، ولكن بنشوف اغاني جوه المسلسلات. يعني السنه اللي فاتت اكرم حسني مثلا اغنيه ست وانا نزلت برضو كسرت الدنيا وفضلت معانا فتره كبيره، فبقينا بنشوف كمان اللون ده ان في اغاني جوه المسلسلات بعيد عن التترات، فهل هنشوف ده السنه دي في مسلسلات السنه دي؟ عندك اي اخبار عن الموضوع ده؟ احمد سعد لسه نزل له اغنيه من جعفر العمدة مع احمد مع محمد رمضان، وبيشاركوا في الالقاء هشام الجخ، وكان مكتوب ان هي من ضمن احداث المسلسل. والعانه برضو دي ما مش تتر بس اغنيه من ترويجيه للمسلسل او هتبقى ضمن احداثه، لسه هنشوف. فده برضو بيبقى منطقي عشان خاطر الزحمه اللي احنا فيها، احيانا بنلجا ان احنا نعمل اغاني من جوه المسلسلات بحيث ان احنا نعمل لها حاجه ترويجيه يعني. نشكرك، نوع من انواع الدعايه. بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الموسيقي محمد شميس، شكرا جزيلا. ان شاء الله احنا مستنيين نشوف مسلسلات السنه دي ومستنيين نسمع تتراتها على نار. خلونا بقى ننهي الانترو بتاعنا النهارده بختاميه صباح الورد، هنروح نشوف اسعار السلع الرئيسيه والذهب والعملات ونرجع لكم مع اول فقرات. We'll be right back.
ورجعنا لكم مرة تانية. كل سنة وحضراتكم طيبين. أيام قليلة خلاص على شهر رمضان المبارك، وكعادة المصريين قبل بداية كل رمضان بنشوف مبادرات كتير لتجهيز شنط وكراتين رمضان بهدف دعم الأسر المحتاجة خلال فترة الشهر الكريم. ومن ضمن المبادرات دي هي مبادرة كتف في كتف اللي بتنظمها الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، واللي هتكون أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، اللي بتستهدف حوالي توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية في كافة محافظات الجمهورية قبل طبعا حلول شهر رمضان الكريم. تفاصيل أكتر عن المبادرة هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، دكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر. صباح الورد عليك. صباح الورد على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. خليني أقول لك إن أنا من امبارح أنا فخورة جدا، المنظر كان مهيب جدا، الأعداد كانت مهولة، يعني أكبر مبادرة خير فعلا شفناها في تاريخ مصر. فكلمنا الأول عن المبادرة وعن الأرقام، لأن من امبارح كل ويب سايت كاتب رقم على مزاجه، لأن فعلا العدد الأعداد كانت صغيرة وعمالة تزيد غير المتوقع. يعني احنا قلنا 4 مليون كرتونة بقوا 6 مليون كرتونة، قلنا عدد متطوعين معين، احنا دلوقتي بنتكلم في 60 مليون متطوع، واحنا بنتكلم ان هو لو 60,000 طبعا لو اتكلمنا 60,000 متطوع، لو اتكلمنا تحت كمان الامبريلا الكبيره هم 300,000 واكثر. بس صحيح. هنشرح التفاصيل دي اكتر للساده المشاهدين من خلال حضرتك. خليني اقول لحضرتك ان حقيقه امبارح طبعا كان شيء رائع جدا، هو احتفال رمزي باكبر قافله يعني خيريه في تاريخ مصر. احنا بنتكلم في تقريبا 6,000 صندوق مواد غذائية يكفي أسرة كاملة لمدة شهر كامل، هيغطي حوالي أكتر من 25 مليون. 6 مليون بقى هنقعد نشرحها، 20 مليون وقفات الأرقام. 6 مليون صندوق مواد غذائية هيغطي احتياجات أكتر من 25 مليون مصري خلال شهر رمضان. سبحان الله الشعب المصري ده شعب غريب جدا، احنا كل ما بيضيق بينا كل ما بيزداد تكافلنا، وكل ما بنزداد وقفتنا مع بعض، وكل ما بيزداد قدرتنا على العطاء. السنة دي كان في ناس كتير بتشكك ان الظرف الاقتصادي هيخلي ناس كتير تتراجع في عملية التكافل، لانه الحقيقة كتف في كتف كان اسم عبقري جدا لهذا العمل الاهلي الرائع. ولكن يعني زي ما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، احنا فعلا قادرين نحول المحنة لمنحة. صحيح. فعلا الشعب المصري زي ما حضرتك قلت، احنا اللي شفناه امبارح ده معظمه من تبرعات المواطنين والمؤسسات الخيريه ورجال الاعمال والكلام ده كله. في ناس لحد النهارده لسه بتشكك، في ناس لحد النهارده لازم تطلع سلبيات مش موجوده. فلو حضراتكم مش شايفين الخير اللي بيحصل، لو حضراتكم مش شايفين قدر الاعجاز اللي المواطنين بيعملوه، حتى زي ما الدكتور بيقول كده احنا بنسند بعض، فلو انتم مش هتسندونا يعني خليني اقول لكم كده خليكم على جنب. بص حقيقة دايما اي شيء ناجح هتلاقيه فيه هجوم كبير جدا عليه. العمل الاهلي شيء مؤسف. طب ده طبيعي الهجوم، لما شفنا جزء صغير من الهجوم امبارح على السوشيال ميديا، يعني ده طبيعي، ده طبيعي وما يخوفناش وما يقلقناش، لانه ده طبيعي جدا. انا هتلاقي حضرتك، بص حضرتك زي ما بيقولوا كده، ما لقوش في الورد عيب قالوا ده احمر الخدين. ما انا عشان كده قلت بطريقه مبسطه جدا خليكوا على جنب. يعني احنا مكملين في التقدم وفي السعي وفي الخير. انتوا هتجرونا لتحت بكلام سلبي، احنا مش عايزين نسمع، احنا لسه واقفين ومكملين. خليني اقول حضرتك المجتمع المدني في مصر من انجح القطاعات في تاريخ مصر. احنا عندنا المجتمع المدني بيعمل، عايزين بس نشرح للناس يعني ايه مجتمع مدني بشكل بسيط. المجتمع المدني بنتكلم على الجامعات والجمعيات والمؤسسات الخيريه والنقابات والاحزاب وكافه المؤسسات اللي بتعمل مع على الارض. يعني احنا خلال الفتره اللي فاتت المجتمع المدني خصوصا فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الاهليه ليها نجاحات كبيره جدا. احنا بنتكلم النهارده على سبيل المثال وليس الحصر، يعني القطاع الصحي. المجتمع المدني في القطاع الصحي عندنا مستشفى في مصر هي المستشفى رقم 3 على أحسن 3 مستشفى على مستوى العالم. المستشفى اللي قبلها في إسرائيل رقم 1 في إسرائيل، رقم 2 في الولايات المتحدة الأمريكية، رقم 3 في مصر، وهي مستشفى تابعة للمجتمع المدني، تابعة للمؤسسة. صحيح. احنا بنتكلم على المؤسسات في المجتمع المدني المصرية، احنا شايفين نجاحات رائعه. احنا امبارح بنتكلم على انتخابات نقابه الصحفيين، وحضرتك كنت اشرت في الفقره اللي قبل كده لخبر انتخابات نقابه الصحفيين، بنتكلم على حاله رائعه في المجتمع المدني ككل. احنا السنه اللي فاتت مصر اطلقت عام المجتمع المدني، النهارده بنحصد هذا الدعم الرائع من الدوله للمجتمع المدني نتيجته مبادره زي كتف في كتف. والحقيقه الاهم من مبادره كتف في كتف
اللي هم الناس اختزلوها بان احنا يا جماعه كراتين والشكل والكلام ده. انا مش فارق معايا الكلام ده كله الحقيقه، لكن انا اهم شيء ملفت بالنسبه لي كمتابع للمجتمع المدني ومشارك فيه، لان الحقيقه انا عضو في احدى الجامعات المجتمع المدني يعني اللي بتقدم برضو خدمات صحيه لشمال الصعيد. بقول لحضرتك انه التحالف الوطني التنموي ده هو فكره عبقريه، لان احنا خليني انا عايزه اقول لحضرتك احنا فاهمين ايه وحضرتك تصحح لنا، لان ناس كثيره من امبارح كانت بتتفرج على الحدث ومبسوطه قوي بس ما عندهاش فكره هو ايه اللي بيحصل. هو التحالف ده زي ما بنقول امبريلا كبيره كده، لما كل المؤسسات الخيريه وقعدوا يتكلموا على ترابيزه واحده كده افكارهم ايه وجهودهم ايه والكلام ده كله طبعا تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، وطلعوا لنا بالحدث الكبير العظيم ده. اشرح لنا بقى ده حصل ازاي. الحقيقه احنا كان زي ما بقول لحضرتك احنا طبيعتنا كمصريين احنا ساعات بتلاقي في مؤسسات تشتغل بس كل مؤسسه لوحدها، لكن وجود مظله واحده وتوحيد الجهود ده امر احنا كنا بنفتقده طول الوقت طبعا. فوجود قاعده بيانات موحده، انت بتتكلمي على النهارده 25 مليون مواطن، يا قاعده البيانات دي جايه ازاي؟ يعني الناس الاكثر احتياجا دول تم تحديدهم ازاي؟ ما من خلال تكامل هذه المؤسسات كان مستحيل. يعني على فكره الارقام ظلمه المؤسسات لان او التحالف، لان الارقام بتقول مثلا ان التحالف ده هو 33 مؤسسه، في مؤسسه واحده بس من المؤسسات اللي هي بتحوي الجمعيات في كل المحافظات، كل محافظه فيها الاف الجمعيات والمؤسسات صحيح. فاحنا بنتكلم على تقريبا التحالف ده فيه اكتر من 90% من كافه مؤسسات العمل المدني والمؤسسات الاهليه في مصر. الرقم المعلن عنه 33 مؤسسه، ولكن خلينا نقول ان اللي كان مشارك امبارح اكبر من كده بكتير طبعا، لانه الاتحاد العام للجمعيات هو الاتحاد العام للجمعيات ده عنده 27 فرع في محافظات مصر كلها صحيح. كل فرع منهم بنتكلم على الاف الجمعيات، فاهم؟ لو احنا حطينا الرقم الحقيقي احنا بنتكلم في الاف صحيح. الجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي في مصر تقريبا زي ما بقول حضرتك تقريبا اكتر من 90%. وطبعا المبادره الرائعه ومؤسسه حياه كريمه يعني هي كانت في تكامل كبير جدا مع التحالف، وشفنا التطوع كله تم من خلال مؤسسه حياه كريمه، لانها عندها القدره على التواصل مع المتطوعين، عندها النظام التكنولوجي للتسجيل، نظام التواصل والتدريب، لانه زي ما بقول لحضرتك احنا اللي بنعمله بنى. البنى ده بنقدر من خلاله بقى نطلع وننطلق بشكل دقيق، لانه احنا زي ما بقول لحضرتك كان كل واحد عنده قاعده البيانات بتاعته، عنده المعلومات الخاصه بيه سواء من الاكثر احتياجا، سواء من الحاله الصحيه المختلفه في مصر لو احنا بنتكلم على القطاع الصحي، الحاله التعليميه المختلفه في الاماكن المختلفه في مصر لو بنتكلم على القطاع التعليمي، لان المجتمع المدني على فكره بيشتغل في الصحه وبيشتغل في التعليم وبيشتغل في كافه الجهات طبعا بالظبط كده، وبيشتغل في التطوير، بيشتغل في دعم الصناعات الصغيره، بيشتغل في كل القطاعات اللي الدوله شغاله فيها بشكل رائع جدا، ونتائجه زي ما بقول لحضرتك نتائج مبهرة جدا، يعني بدرجة زي ما بقول لحضرتك ان هي الاكثر تميزا. يعني احنا حتى في القطاع الصحي تحديدا لان انا مركز عليه يمكن بحكم اهتمامي بهذا القطاع، وهو طبعا من اهم القطاعات اللي الدولة حتى بتهتم بيها، يعني احنا بنتكلم على ترتيب جودة تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات المصرية رقم واحد القطاع المجتمع المدني، رقم اثنين التعليم العالي، رقم ثلاثة وزارة الصحة. فاحنا بنتكلم على قطاع ليه باع كبير جدا في كل القطاع المجالات. احنا النهارده انا بالنسبه لي امبارح مبادره كتف كتف هي شيء رمزي لنتيجه التكامل الرائع للتحالف الوطني العمل الاهلي، شيء الحقيقه بالنسبه لي انا كان حلم في يوم من الايام ان احنا يبقى عندنا تكامل وقاعده بيانات متكامله ما بين كل المؤسسات دي. ده انا لازم اعقب هنا، ده اللي الناس مش شايفاه ومش فاهماه، يعني اللي احنا سمعناه او يعني قله قليله 6 مليون كرتونه هيكفوا مين ولا مين؟ طب مين هياخد معرفش ايه؟ الكلام ده كله احنا بنقول ده للاكثر احتياجا، وخلينا نقول ان كل الشعوب وكل البلدان فيها القصه دي، فيها الطبقات، فيها الناس اللي ما عندهمش مقدره على المعيشه بشكل جيد، ده موجود في كل البلاد. احنا بنتطور، احنا بناخد خطوات، احنا كان عندنا عدد من المتطوعين امبارح، شفنا اطفال وشباب والناس دي بتتطوع ازاي؟ لو حد بيسمعنا دلوقتي وعايز يروح يتطوع يعمل ايه؟ خلينا اقول لحضرتك انه الموضوع التطوع احنا عندنا في مصر ثقافه التطوع من قديم الازل، وزادت في الفتره الاخيره، واعتقد الدعايه اللي حصلت من خلال مبادره كتف كتف ثم المؤتمرات المختلفه للتحالف زودت ثقافه التطوع والعمل الخدمي والمجتمعي، واحنا شايفينها على كل المستويات من اول المدارس زي ما حضرتك اشرتي ثم الجامعات، وبحكم ان انا يعني عضو هيئه تدريس في جامعه الفيوم فبشوف ده بشكل كبير جدا، اصبحت ثقافه لدى الشباب المصري هو ثقافه العمل
التطوعي. احنا بنتكلم على كل القرى تقريبا في مصر دلوقتي والنجوع والمراكز فيها مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات اهليه يمكن التطوع من خلالها. الحقيقه مبادره حياه كريمه عندها موقع بيتم التطوع من خلاله، وفي مبادرات زي كتف في كتف كانوا فاتحين للتطوع لفتره، ويمكن في اكتر من 60,000 زي ما حضرتك اشرتي شاب مصري متطوعين في مبادره كتف في كتف. طيب احنا بنتكلم على موضوع المواد الغذائيه، احنا بنتكلم على ازمه عالميه ضرب العالم كله، احنا من اكثر الدول تاثرا بيها لان احنا دوله ناميه، احنا دوله لسه بنبني بلدنا، فمتاثرين بيها بشكل كبير جدا. فكان يجب انه يكون في حلول لمساعده الاكثر احتياجا. احنا بنتكلم هنا على مش بس 6 مليون كرتونه، احنا بنتكلم على الكرتونه الواحده بتكفي اسره لمده شهر رمضان كاملا. صحيح. وده امر فيه شيء من الجمال. وهتلاقي على فكره اللي بيهاجموا ده هم اللي بيدعوا، يقول لك يا جماعه لو سمحتوا ما شهر رمضان ما تخلوش الظرف الاقتصادي ياثر عليكم وعلى تبرعاتكم في شهر رمضان وعلى وصول الحاجات للمستحقين. طيب ما احنا بنتكلم اهو ان احنا ما هو عشان كده بقول لك البلبله دي شيء مؤسف. لما انا اكون عامله حاجه وفرحانه بيها جدا، وبعدين الخير عدوى، انت لما تتفرج على الحاجات دي حتى المواطن وهو قاعد بيتفرج على حدث زي ده هيبقى عايز هو كمان يقوم يعمل كرتونه، هيبقى عايز هو كمان يقوم يوزع على الناس زي ما شاف. انا عايز اقول لحضرتك انه في المحيط بتاعي الناس، انا اعرف ناس كانت بتعمل في شهر رمضان بتجهز كراتين الخير وشنط الخير وتساعد بيها الاسر الاكثر احتياجا. انا بقول لحضرتك انا السنه دي كل اللي انا اعرفهم مزودين، وبالعكس في شباب تانيين فاجئت ان هم بيشتروا كميات من المواد الغذائيه عشان يجهزوا. طب ده من ايجابيات الحمله اللي شفناها، لانه الحاله زي ما حضرتك بتقولي بالظبط كده يا جماعه، عايزين نطلع مش نرجع. يعني ازاي؟ بص حضرتك الحاله، يعني علم النفس يقول ان الحاله بتنتشر من نفس نوعها. صحيح. الحاله بتنتشر من نفس نوعها بمعنى ايه؟ بمعنى لما نشوف احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. بالظبط كده، الخير زي ما حضرتك قلتي عدوى، ولما نشوف يعني هذا الكم من الخير اللي بيعم على تقريبا 6 مليون اسره، يعني 25 مليون مواطن في مصر خلال شهر كريم زي شهر رمضان. فالحقيقه هي اجواء، خدي بال حضرتك الاجواء المصريه في شهر رمضان في كل الجوانب، سواء في الخير، في التكافل، في التواصل، في التراحم، في طبعا الزيارات، هتلاقي دايما رمضان في مصر مختلف عن كل الدنيا في كل حاجه. صحيح. فاحنا بنتكلم على شيء مختلف، لكن الفئه اللي حضرتك بتكلمي عليها دي عمرها مهما عملت الدوله، مهما عملت القطاع المدني، مهما عملت الناس، هم شايفين طول الوقت في حاجات احنا محتاجين نهاجمكم. وخدي بال حضرتك طول الوقت وهتفضل موجوده، معلش ربنا خلقنا طبقات طبعا. وده بدون شك هيفضل موجود طول الوقت طبعا. لا يمكن كلنا نبقى في نفس، لكن في الامر ده انا باكد على حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا بنتكلم على لاول مره في تاريخ مصر يتم هذا التكاتف من المجتمع المدني، ويكون في مظله واحده فيها قاعده بيانات واحده متكامله لوصول الدعم لمستحقيه بجد. صحيح. فده شيء رائع، واول مره بالعدد ده، نامل ان السنه الجايه يكون عدد اكبر. بالزبط. ونوصل لناس اكتر وهكذا. وكمان انه ثقافه التطوع، العالم كله ثقافه التطوع هي ثقافه تزيد الانتماء، لان انت بتقدم من غير مقابل. هذه الثقافه يجب ان احنا نعلم ونربي اولادنا عليها، لانها جزء من انسانيتنا، جزء من تنميتنا، جزء من التنميه المستدامه اللي احنا بننادي بها طول الوقت. فثقافه التطوع الحقيقه من خلال المبادرات المتتاليه زي كتف في كتف وغيرها من المبادرات اللي احنا شايفين اثارها على الارض. احنا كنا زمان على فكره بنسمع عن حاجات لكن ما بنشوفش اثارها على الارض. ما هي في حقيقه الامر المجتمعات بتتبني كده طبعا، ده اللي احنا نعرفه. لو ده مش موجود عندنا، احنا زي ما كنا بنقول احنا شفنا بدايه من المدارس. صحيح. فده طبعا بيأثر وبشكل كبير جدا. خلينا نقول لحضرتك الناس حتى بعض الانتقادات اللي، يعني في طبعا ناس مغرضين، لكن في بعض الانتقادات التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار، زي مثلا انه الاستدامه. فاحنا النهارده لو الناس بتنتقد وتقول لك يعني والله انتوا هتوزعوا كراتين، طب وبعدين الناس بعد ما تاكل في شهر رمضان هتاكل بعد كده ازاي؟ خلينا اقول لحضرتك ان المبادرات زي حياه كريمه وزي حتى التحالف الوطني بداوا يعملوا صناعات صغيره في القرى المصريه، فبدا يوجد للاسر الاكثر احتياجا مصدر دخل. وكمان يقدر، والجميل انه بعض المؤسسات الكبرى في هذا التحالف بدات تصدر المنتجات بتاعه القرى، وحاجات مثلا زي السجاد، حاجات زي الخزف، حاجات زي كل محافظه بيبقى ليها طبيعه معينه، وفي بعض القرى متميزه بالظبط، في صناعات كتيره جدا. بل بالعكس كمان ده في اتجاه انه يتم عمل مصانع من خلال هذا التحالف. حتى المستشفيات اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني بكلم حضرتك المستشفى اللي انا بنتمي ليها في محافظه الفيوم وهي تابعه للمجتمع مدني، يعني احنا بنتكلم في تقريبا عدد العاملين فيها من اطباء وعاملين ويمكن اكتر من 400 شخص. فتخيلين في 400 اسره بيقبضوا وعندهم دخل من هذا المكان. احنا تقريبا المؤسسه دي عالجت
بتعالج في السنة أكتر من 150 ألف حالة بشكل مجاني وبشكل يعني بسعر التكلفة للقادر ومجاني تماما للغير قادر. فاحنا بنتكلم على الحقيقة شيء أشياء ملموسة من كل جوانب، سواء إيجاد فرص عمل، سواء وده فكرة الاستدامة اللي البعض بينقد مبادرة كتف في كتف، ان احنا والله هتوزعوا الاكل وبعدين، ما هو الناس بعد هتخلص الاكل وبعدين. لا، ده في كمان في التحالف ده في حاجات كتير، دي مبادرة من الاف المبادرات وجزء من يعني زي ما بيقولوا كل يعني ان احنا عندنا اشياء كتيرة جدا في الاستدامة. وده اللي عجبني ان التحالف مبني على فكرة الاستدامة، لانه عمل الخير كنا زمان عندنا يعني كان الفكر السائد انه ده جعان فنديله، ده عيان فنعالجه. لا، احنا مش بس جعان بنديله، لا ده جعان بنديله الحقيقة وبنعلمه. الوزارة ماشية في جميع الاتجاهات بالزبط. في جميع الاتجاهات وبنجد طريقة ان احنا اللي جعان ده او اللي هو ما عندوش مصدر دخل او اللي اكثر احتياجا، ان احنا كمان نشوف ايه اللي عنده ممكن يقدمه ونساعده فيه عشان يبقى عنده استدامة في الدخل، يبقى في شيء يساعده. بالإضافة طبعا للمبادرات الأخرى اللي عاملها الدولة زي معاشات مثلا تكافل وكرامة وغيرها من سبل الدعم المستدام للأسر الأكثر احتياجا في مصر. وكان في كمان الحد الأدنى للأجور. طبعا احنا بتكلم حقيقة، انا مش بتكلم حقيقة على الموظفين الحقيقة، لكن انا بتكلم على الأكثر احتياجا اللي هم ما عندهمش مصادر دخل او مش موظفين في الحكومة. ففي في في شيء يعني شكل رائع جدا من التكافل. احنا طبعا الظرف الاقتصادي صعب جدا، الناس يعني مستحمله كتير زي ما الرئيس حتى امبارح قال، والناس ولا زالت تتحمل، لكن المجتمع المدني دوره في الفترات الصعبه دي ان هو يكون واقف يدا بيد مع الدوله ومع الحكومه عشان يقدر نساعد الاسر الاكثر احتياجا. ده اللي انا كنت بقوله من دقيقتين بطريقه مبسطه جدا، احنا محتاجين نكمل، مش محتاجين اي كلام سلبي يخلينا نقف مكاننا او نرجع خطوه لورا. احنا محتاجين كلنا ندعم بعض كده ونساعد بعض عشان نطلع خطوات لقدام بلا شك. وخدوا بال حضرتك انه الكلام السلبي مش هينتهي طبعا زي ما احنا قلنا في البدايه، ولكن في بعض الانتقادات اللي مردود عليها ونقدر نرد عليها ونناقشها، والانتقادات اللي هي الايجابيه مطلوبه جدا، لكن الشيء السلبي ده مش هيخلص. لان خدوا بال حضرتك احنا خلينا نعترف ان الدوله المصريه طبعا طول الوقت مستهدفه، ما حدش يقدر ينكر ده. الدوله المصريه اي نجاح ليها بيزعج بعض الفئات الهربانة براها، وبعض الفئات اللي مش حابة للدولة المصرية يكون في استقرار، لكن ده ما يخل مش هيوقفنا أبدا. وده وإحنا يعني بفضل الله إحنا شايفين كل الحاجات دي بتحصل في وقت كان ناس متخوفة زي ما الرئيس أشار امبارح، ناس كانت بتبث حالة من الخوف ومن الرعب ومن اليأس. ولسه بيحاولوا يعملوا. أنا شخصيا كنت متخوف السنة دي إنه عملية التكافل ما تتمش بالشكل اللي احنا متعودين عليه خصوصا في شهر رمضان، لكن بفضل الله اللي انا شفته امبارح واللي شفته قبلها على فكرة حتى في محيطي اتضايق، انا بيقول لنا ان شعب مصر ده شعب ملوش زي الحقيقة في الخير وفي الجمال، وكل ما بتضيق بينا كل ما بتزداد قدرتنا على العطاء وان احنا نقدر نساعد بعض ونتكافل مع بعض. اللي كان موجود امبارح وانا بحيي دكتور، انا بحيي صاحب فكرة كتف في كتف طبعا. لانه مسمى عبقري الحقيقة طبعا. لان طول ما احنا كتف في كتف ولا حد هيقدر يهزنا، واحنا فعلا كتف في كتف. صحيح. اللي كان موجود في الاستاد امبارح يا دكتور كان الموضوع زي ما بقول لحضرتك قد ايه الناس كانت حقيقي مقشعره، الناس بتغني اغاني وطنيه، الناس كلها عايزه تساعد، عدد كبير من المتطوعين. فعشان كده بنقول دي حاجه تفرح. شيء مؤسف جدا انك تسمع كلمه واحده سلبيه بعد اللي حصل امبارح. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا ومنورنا دكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابه جريده الفجر، نورتنا وصباحك صباح الورد. صباح الفل يا فندم. ساده مشاهدين هنخرج فاصل قصير ونرجع لكم مع تاني فقراتنا النهاردة، ما تروحوش في حتة. صباح الورد عليكم مرة تانية. امبارح زي ما كلنا عارفين كان في عدد من المباريات المهمة، الأهلي والقطن الكاميروني واللي انتهت بفوز الأهلي 4-0، والزمالك وشباب بلوزداد الجزائري اللي انتهت بهزيمة الزمالك 2-0 وخروجه للأسف من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يا ترى إيه هيكون تأثير ده على الزمالك، وهل ممكن نشوف بديل لفيريرا في المرحلة اللي جاية؟ في حاجات كتيرة قوي قوي محتاجين نعرفها من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو الناقد الرياضي سعيد علي. صباح الورد عليك. صباح النور عليك. أهلا بيك. صباح الفل عليك. خلينا نبتدي كده الأول بفوز الأهلي تمام. 4-0، هل ده كان متوقع ولا كان غير متوقع؟ هو المفروض الناس بتبدأ بالحاجة العادية وبعدين تحلي الأول. لما أنا منحازة شوية فهنبتدي بالأهلي.
فهنبتدي بالاهلي بقى، هل ده كان متوقع ولا غير متوقع؟ هو كان متوقع لان القطن الكاميروني هو الفريق الاضعف في المجموعه وربما الفريق الاضعف في الاربع مجموعات في دوري ابطال افريقيا. فريق سيء جدا، لا يمتلك اي مقومات اللي تجعله منافس في دور المجموعات في بطوله كبيره زي دوري ابطال افريقيا. يمكن التذبذب الحاصل في الفتره الاخيره في النادي الاهلي يخلي الناس مش واثقه انها تؤدي مباراه جيده في اي حته، لكن صحيح. لكن امام القطن الامور كانت سهله وكانت يسيره والاهداف المبكره سهلت امور الفريق اكتر. يمكن مارسيل كولر تحدث عن انه ازاي قدر يريح اللعيبه يوم ويعيدهم نفسيا ومعنويا، لكن انا بشوف في الحقيقه يعني الكلام ده كله ما كانش مؤثر ولا حاجه بقدر ما كان هو خصم سهل جدا، خصم مستسلم، او اقدر اقول باريحيه ان الاهلي كان بيلعب امام الله خصم بالاساس. فبالتالي وجد الطريق للمرمى سهل جدا ويسير جدا وحقق نتيجه كبيره. لكن في النهايه ما زال مصير النادي الاهلي مرتبط بالاخرين وده وضع سيء جدا ان الاهلي احنا مرتبطين طبعا احنا فاضل لنا ماتش واحد بس مع الهلال السوداني صحيح. وطبعا مستنيين سان داونز هنشوف هيعمل ايه، يعني على الاقل لازم يتعادل. صحيح، محتاجين تعثر الهلال السوداني بالتعادل. حال تعادل الهلال السوداني الاهلي يحتاج للمكسب في القاهره وده شيء هيبقى سهل، انما مش سهل يتحقق في السودان لان سان داونز هيحدث كتير من التغييرات النهارده على التشكيله وهيحدث تغييرات في طريقه لعبه. ولما تيجي تساليني عن وجهه نظري في الموضوع انا بشوف ان سان داونز واي فريق مكان سان داونز يفضل انه يقصي منافس مباشر على اللقب، والنادي الاهلي هو اقوى منافس ليه على اللقب، فبالتالي انه يسهم في ان النادي الاهلي يبقى بره البطوله. هو امل الاهلي في التاهل هو عدم فوز النادي الهلال السوداني. صحيح، ده املنا النهارده. صحيح. لكن هو انا بشوفه امل صعب شويه لان زي ما قلت لحضرتك ان سان داونز من مصلحته انه يقصي الاهلي لانه المنافس الاقوى في الادوار المقبله على اللقب، فخروجه من دلوقتي هيريحه جدا، فده اللي هيخلي سان داونز بنقول برضو رغم تصريحاتهم ان هم هيلعبوا باقصى قوه ليهم. التصريحات دي بتبقى اي كلام، يعني هو كلام الاستهلاكي اتعودنا عليه زي تصريحات الترجي الموسم الماضي ايضا مع الزمالك ان احنا نلعب مباراه بكل جديه وهنعمل وفي النهايه. طب تفتكر التصريحات دي ليه؟ زي ما قال محمد صبحي كده اضرب برجلك ترهب العدو، ايه دي الفكره من التصريحات؟ يعني ان احنا هنلعب النهارده الماتش بكل قوه وبتاع وبعدين تطلع اي كلام زي ما انت بتقول؟ لانه في النهايه مش هينفع يورط نفسه ان هو يقول لا انا مش هلعب او ان انا جاي يعمل شيء غير اخلاقي ان انا هفوت مباراه وان انا يعني هغير مسار المجموعه، فمش هينفع يقول كده، لكنه في النهايه يقدر يعمل ده في الملعب. مفيش حاجه تحكم القصه دي عليها عقوبات وكده ولا كل واحد براحته؟ لا هو صعب تحكميها لان في النهايه هو النهارده الراجل هيلعب بكل جديه، لكن هيعمل ايه؟ ان هو هيغير في التشكيل تماما، هيغير في طريقه اللعب تماما، هيلعب مباراه جيده، هو هيلعب مباراه جيده جدا جدا، لكن في النهايه تلاقي ضربه ركنيه كده الهلال السوداني بيخطف هدف، كوره طايشه بيخطف هدف وتنتهي المباراه بالشكل ده، فهي الموضوع مش ممسوك وما تقدرش تتحكم فيه. يمكن كان حصل في كاس العالم السنه دي في منتخبات كبيره جدا جدا تحكمت في مسائر اخرين وخرجت منتخبات كبيره، يمكن حصل ده بالتحديد في مجموعه المانيا واسبانيا شفناها حصل ازاي. فدايما كل فريق قوي بيسعى انه يتخلص من المنافس الاقوى، فبالتالي النادي الاهلي هو اللي حط وورط نفسه في الوضعيه دي. ما كانش ينفع ابدا ان النادي الاهلي عملاق افريقيا والفريق اللي بيلعب ثلاث نهائيات انه يبقى عند الجوله الخامسه مش الاخيره، عند الجوله الخامسه خايف يكون بره البطوله، ده بيعكس قد ايه النادي الاهلي عايش في ازمه حقيقيه ومتورط في ازمه كبيره جدا جدا. وايا كانت النتيجه النهارده، يعني انا مش عايز نتيجه سان داونز ان سان داونز مثلا يلعب مباراه جيده فيحقق نتيجه جيده تخدم الاهلي والاهلي يكمل فيخفي الانظار عن الاخطاء الكارثيه اللي خلت الاهلي النهارده واقف في المنطقه الصعبه دي، لان خلينا اقول ان الفوارق ما بين الاهلي والهلال السوداني والفوارق ما بين الاهلي وكل انديه افريقيا كبيره جدا ضخمه جدا زي الزمالك بالظبط. فمش من المعقول ان النادي الاهلي النهارده يقف في هذا المكان وفي الموقع ده، فبالتالي حتى لو الاهلي مر او الاهلي عنده فرص صعود اتمنى ان يكون فيه. طب ترتيب الاهلي بالنسبه لك ايه؟ يعني ده الماتش الخامس سجل 11 هدف دخل فيه 8 مرتبه الثالثه في المجموعه الثانيه، ترتيبه بالنسبه لك ده غير مرضي ولا؟ طب بالطبع تماماً. بالطبع الاهلي الاعتيادي بتاعه ان دور المجموعات ان انت بتلعب في دور ال 16 بالتاكيد لازم تكون متصدر، مش بس متصدر مجموعتك لا تكون ربما تكون الافضل في الاربع مجموعات، انما تكون ثالث في مجموعتك وما بين الاسوء في البطوله ومن اكثر الانديه استقبالا للاهداف، فده شيء كارثي. كل النادي الاهلي بيتعرض للهزيمه بخمسه وللمره الثانيه خلال اربع سنين، فده شيء كارثي اكتر يحتاج تدخل سريع
وتغييرات هيكليه جذريه، مش تغييرات بسيطه ولا تغييرات سهله، لا تغييرات ضخمه في عمليه التخطيط نفسها وفي عمليه الاداره بشكل عام. فاعتقد ان هو النتائج السنه دي للاهلي والزمالك بتقول يا جماعه ان احنا ما عندناش اداره كوره في مصر، لان كبار مصر اهم بالاضافه للمنتخبات، المنتخبات سواء على مستوى الناشئين او على مستوى الفريق الاول، اداره الكوره غايبه بشكل كامل. فبالتالي احنا محتاجين تدخل عاجل وتدخل سريع وتغييرات واضحه جدا. طب احنا برضو عشان نتكلم عن ماتش امبارح، لازم نقول برضو ان كهربا امبارح يعني هاتريك، وفي هو اول ثلاث تجوان الدقيقه 23 و29 و51 ورا بعض، فيعني لازم برضو ندي الراجل حقه، وهو كان معدي بازمات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، وامبارح برضو اثبت نفسه. فكلمنا بقى عن اجوان كهربا امبارح. كهربا انا عايز اقول ان هو الراجل عنده فطره انه يكون مهاجم هداف، بمعنى انه راجل ذكي في التمركز، في اختيار الاماكن اللي تاهله انه يسجل اهداف. يعني في ناس تقول لك انها اهداف سهله، انها اهداف متقشره، انها او زي ما انت قلت كده الخصم كان سهل والدنيا كانت سلسه بالظبط. انما لا، هو يعني كلام عن فكره التهديف في حد ذاتها، ان انت تسجل من مواقع سهله قدام المرمى، المرمى خالي او انت ست يارده، ده مش شيء سهل. يعني هو فكره يعني فن التمركز، فن اختيار المكان، فن اتخاذ القرارات نفسها، دي مهاره عاليه جدا. يعني يمكن في الاسبوع الاخير هالاند مع مانشستر سيتي بيسجل 5 اهداف من مواقع مشابهه 6 يارده، فالناس تقول لك اهداف مؤشره. لا، هو دي فطره اولا ان هو ذكي جدا 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 في اختيار المكان اللي بيقف فيه، فبالتالي عارف امتى الكره هتوصل له ويسجل ازاي، اتخاذ القرار الانهاء. يمكن الاهلي عانى كتير في الفترات الاخيره، ده انا بشوفها صعوبه لعلمك لو من نفس المركز بتاعه، دي صعوبه لان حارس المرمى بيبقى متوقع ده، فان هو يجيب الجون والتاني والتالت والرابع والخامس دي صعوبه مش سهوله. هي مهاره كبيره جدا جدا انه يعني بيمتلكها محمود كهربا، لو ده مكاني وهجيب الجون يعني هجيبه. وعايز اقول ان هو واحد من قلائل جدا في الكره المصريه في السنوات الاخيره عنده الفطره دي. للاسف الشديد النادي الاهلي خسر كهربا فترات طويله بالايقاف، لانه كان بيفتقد هذا الهداف اللي عنده الموهبه الفطريه. فانا اتمنى ان يكون ان شاء الله الفتره الجايه كهربا عليه جانب كبير، انه يستمر في العمل ويستمر في الاجتهاد ويستمر في التركيز، ما يركزش في الحاجات اللي بره الملعب. وان تنتهي ازمته ايضا، هيكون اضافه كبيره جدا فكره استمراريته. النادي الاهلي حقيقي في الثلث الاخير في الملعب، سواء على مستوى الجناحين او حتى المهاجم، عنده مشكله في ايجاد اللاعب اللي هو الهداف، اللي هو بيقدر يقرب من المرمى ويقدر يسجل اهداف. فالفتره الاخيره كهربا بيسجل بشكل مستمر، استعاد كتير من ثقته، وازمته قريبه من الحل. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. طب مين من وجهه نظرك من لعيبه النادي الاهلي حاليا الموجودين حاليا هم هدافين الفرقه؟ اللي يعني اللي بيعيش حاله جيده في الفتره دي كهربا، بيرستاو. بيرستاو طبعا هو الجون الرابع امبارح، وبيعمل 2 اسيست، والمباراه اللي قبلها بيسجل في سان داونز، والوحيد اللي كان بيتالق في امام سان داونز. يمكن انا بشوف بيرستاو من غير اي شيء، هو عنده مقاومات، لاعب كبير قوي، موهوب بالفطره، لاعب كبير قوي قوي. وكمان ممكن تقولي امكانياته كمان اعلى من الدوري المصري. يعني انت في ناس ممكن تتريق عليك تقول لك يا عم اعلى من الدوري المصري، ايه ده بيلعب ماتشين ويغيب 20؟ بس هي الماتشات بينا، حاله الاصابات، الماتشات بينا، لا هي حاله الاصابات الكتير اللي اتعرض ليها هي اللي خلت الناس مش قادره تشكل صوره كامله عنه. لكن لما تشوفي بيرستاو ازاي طول الوقت، هو لاعب مهم جدا في منتخب جنوب افريقيا، هو لاعب مهم جدا عند كل جنوب افريقيا، قدام حتى سان داونز الخصم اللي بيكسبك 5 مرتين في فتره ضيقه جدا، هم بيعتبروا بيرستاو نجم كبير جدا جدا جدا، وربما افضل من كل لاعبي خط الهجوم في فريق سان داونز. فبالتالي هو قيمه كبيره هي كانت مهدره بفعل الاصابات، وبفعل ان النادي الاهلي اصلا او بالاساس عنده ازمه في الملف الطبي. يعني هو النادي الاهلي جزء كبير من ازمه الاصابات الكتير. كنا لسه والله بنقول عنده اصابات للركب في الركب حقيقي. بالزبط. يعني بالزبط. احنا كان بقالنا فتره عندنا اصابات فعلا مبالغ فيها. هي ازمه الاصابات هي الرقم واحد في التاثير على شكل الاهلي بعد السياسات التعاقديه والصفقات. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده ضغط مباريات، عنده ضغط مباريات، بيلعب اكتر من اي حد، بيلعب اكتر من اي حد، لكن تعامله مع الملف الطبي، يعني انا اقدر اقول عليه بدائي شويه، قديم شويه. هو الموضوع مش دكتور بيعالج اللعيبه وخلاص، هو الموضوع مش تاهيل وخلاص، لا ده فريق متكامل. يعني من الامور المضحكه ان النادي الاهلي بيستعين بمعد نفسي من اسبوعين بس. طب انت شايف المفروض يتعاملوا مع الاصابات دي ازاي؟ اهو انا بقول يعني انت اولا الاصابات جزء منها نفسي. فانت ازاي ما يبقاش عندك فريق تاهيل نفسي للعيبه، انت لسه بتستعين من اسبوعين فقط.
ملعب التتش لازم يكون في بديل لي او اصلاح او ان ملعب التتش واضح ان هو جزء من الازمه. منظومه طبيه متكامله مش مجرد طبيب او اثنين اطباء بيعالجوا ياهلوا، منظومه طبيه قويه. قويه بمعنى ايه؟ بمعنى ان ليفربول لما واجه ازمه الاصابات بيستعين باغلى طبيب في العالم ومعاه منظومته الكامله. ليه؟ لان هو مدرك ان الجانب ده في دراسه اتعملت في انجلترا ان في اخر 4 سنين ما بين مانشستر سيتي وليفربول الفريق الاقل تعرضا للاصابه هو الفريق البطل. ليه؟ لان الاصابه بديهي طبعا، الاصابات بتتحدد، لا هو بديهي لما تكون بتتعرض للضغط. انما احنا هنا عندنا في مصر لما تيجي تقول الاصابات مؤثره يقول لك يا عم بطل حجج، يا عم بطل هري يا عم انت ايه. لا الاصابات مؤثره جدا. انا لما يغيب عندي 10 لعيبه 12 لعيب في الموسم ده بيفرق قوي قوي في استقرار الفريق والشكل الخططي و واثر على اكبر انديه العالم. بقول ان بطل الدوري الانجليزي ما بين الاثنين المتنافسين بيحدد في السنوات الاخيره بحجم الاصابات. فبالتالي ده عشان كده الناس بتنفق بتلاقي الطبيب او الجهاز الطبي يعني بيتنافسوا عليه زي ما بيتنافسوا على اهم اللاعبين. يعني الاطباء في انجلترا حاليا والمعد النفسي والناس المتخصصة في التفاصيل الصغيرة ومتخصصي التغذية الناس دي بتتخانقوا عليها زي ما بتتخانقوا على هالاند، بتتخانقوا وبتفاوضوا وبيعلوا على بعض. ليه؟ لان هو مدرك ان ده جزء من الصناعة، جزء مهم جدا جدا. لكن احنا لا، النادي الاهلي اخر مرة جاب طبيب نفسي كان ايام مانويل جوزيه، دكتور محمد فكري، عشان بركات كان عايز يعتزل بعد حاجات معينة ومش عارفه مين، فجابوه ما تعتزلش عشان خاطري فجابوه. لسه من اسبوعين بس النادي الاهلي بيرجع معد النفس. بس انا فرحانه انك عندك الثقافه دي وانك شايف ان ده قد ايه جزء مهم جدا وازاي ما يكونش هنا، وشايف قد ايه الجزء النفسي ممكن ياثر على اللاعب بالشكل الكبير ده. احنا لازم نروح لنادي الزمالك. انا يعني متحيزه كده بزياده للفقره، والله راحت مني في النادي الاهلي. خلينا نتكلم بقى عن خساره نادي الزمالك امبارح، واحنا كده بنقول ان هو خلاص خرج بشكل رسمي من دوري ابطال افريقيا. كلمني الاول عن ماتش امبارح شفته ازاي. طيب هو ماتش امبارح طبعا استمرار لحاله السوء اللي بيعيشها نادي الزمالك من فتره طويله جدا جدا. واذا كنا بنقول ان النادي الاهلي عانى من مشاكل كتيره في التخطيط، فاحنا بنقول ان نادي الزمالك بيعاني بالاساس من حاله اللا تخطيط. يعني نادي الزمالك اساسا هو مغيب عن العالم. تفتكر السبب ايه؟ ان مفيش اداره واعيه عندها حكمه. اصل نادي الزمالك برضو عدى الفترات اللي فاتت بمشاكل كتير. نادي الزمالك عايش بشكل ارتجالي عشوائي، اللي هو ايه، اللي هو حسب الظروف. يعني هو نادي كده يعني في الفترات الاخيره مع كامل احترامي للجميع، هو ما عندوش مشروع واضح ولا عنده ثوابت. اللي هو ممكن حد يصحى من النوم امام عاشور يمشي، ممكن حد يصحى من النوم فلان يجي، جه بناء على ايه، مشي بناء على ايه، هتسد ثغرته ازاي، مش مهم، محدش يسالني عن حاجه. فلا منهج ولا تخطيط طبيعي جدا بيوصل للاشياء ان انت تشوف ان نادي الزمالك بالظبط، ان انت تشوف ان نادي الزمالك محصله صفر. يعني هو يعني انت لما تجيبي جدول ترتيب الزمالك في المجموعه اخر 3 سنين في دوري ابطال اوروبا ثالث رابع ثالث ايه، يعني عيب، يعني عيب قوي قوي ان نادي الزمالك يبقى في المكان ده. ولازم نبقى احنا فاهمين كويس. طب ايه اللي اتغير عن السنتين اللي فاتوا، بما ان الزمالك خد الدوري سنتين ولا بعض كانت نفس المنظومه؟ هو اللي اتغير ان نادي الزمالك فاز بالدوري، لان نادي الاهلي كان عنده مشاكل كتير. النادي الاهلي سيء، النادي الاهلي عنده مشاكل في التخطيط، النادي الاهلي بيتضغط في ماتشات كتير، النادي الاهلي عنده 15 اصابه، حاجات كتير حصلت للنادي الاهلي. لكن الزمالك ما كانش بيفوز لانه النادي القوي الشرس. انت قصدك ان الضغط على النادي الاهلي كان سبب في فوز نادي الزمالك في الفتره؟ ايوه الزمالك. الناس هتزعل منك قوي، خلي بالك الزملكاويه يزعلوا قوي. هو احنا بنصرح ناس، يعني احنا اتكلمنا بصراحه شديده جدا عن النادي الاهلي ايضا وقلنا الاخطاء. وكتير من الزملكاويه مدركين وواعيين ده، وواعيين لده جدا جدا. ما هو التحول اللي بيحصل في يوم وليله ده معناه ان انت عندك مشكله. احيانا النتائج بتخفي الاخطاء. طب ما هو فريرا هو الراجل اللي فاز بالدوري بيخسر دلوقتي، انما هو استغل حاله السوق اللي عند النادي الاهلي، استغل حاله ان النادي الاهلي كان عنده غيابات كتيره اكتر من اللي موجوده في الفتره الحاليه، والنادي الاهلي كان بيقدم نتائج سلبيه جدا في بطوله الدوري غير السنه دي، فبالتالي قدر يفوز بالدوري. انما حاليا انت على سيره اللعيبه والصفقات، انت قلت النادي مش مهتم بالصفقات بالزبط. والكلام ده كله ده كان في 3 صفقات عليهم خلاف كبير ودلوقتي بيلعبوا. هل انت شايف ان الصفقات اللي تمت دي ليها تاثير على نادي الزمالك ولا محلك سر؟ شوفي انا اقدر اقول الزمالك فاز بدورين مع فريرا وقدر يكون يعني ليه شكل مختلف نتيجه حاجتين، النادي الاهلي سيء وان فريرا توصل للتكتيك اللي يقدر من خلاله يفوز بشكل برجماتي. يعني ايه؟ هو كان بيدافع كويس جدا وعمل فردي، شغل فردي بيقدر يفوز. العمل الفردي ده كان بيقوم بيه مين؟ كان اشرف بن شرقي اللعيب مهم جدا جدا
في التطوير، مصطفى محمد في الانهاء، وطارق حامد لاعب في افساد الهجمات. الثلاث محاور دول في اخر سنتين كانوا هم كل شيء في نادي الزمالك. النادي الزمالك افتقد ثلاث ركائز اساسيه مهمه جدا جدا، ولم يعوض ايا منها. لا مصطفى محمد قدر يعوضه بهداف، ولا اشرف بن شرقي. نادي الزمالك حاليا في هذه المرحله يمتلك مطور اداء، لاعب قادر على تقديم الحل الفردي والمراوغه والاختراق و و و و، ولا طارق حامد افضل مفسد هجمات في افريقيا. لاعب كده نقدر نقول هو يعني ايه الراجل اللي بيحمي المنطقه، بيحمي حتتك، واقف كده قدامها. انت شايف ان دي ما كانتش افضل صفقات النادي كان المفروض يتخذها؟ انا ممكن نقول ان شايف دي اسوأ صفقات. يعني مش انا بس بطلع منك الكلمه بوضوح يعني، عشان طب انا عايزه كلمه تانية بوضوح ورد صريح. فريرة كده هنقول له وداعا؟ وداعا. واحمد حسام ميدو بيجهز دلوقتي. واحمد حسام ميدو لما كان بيفكر يمشي من الاسماعيلي من فتره كان بيتكلم مع يعني الكلام ده هناخده منك بشكل اكيد. ايوه احمد حسام ميدو من بدري يعني قبل ما يمشي من الاسماعيلي وهو بيتواصل مع امين مرتضى منصور وبيتجهز ان هو راجع نادي الزمالك. ودي برده من مشاكل نادي الزمالك ومشاكل الكره المصريه، ان كابتن احمد حسام ميدو وهو بيفشل مع الاسماعيلي وتسع مباريات بلا مكسب والفريق بيريح لمنطقه الهبوط، الراجل بيجهز ان هو يدرب فرقه اكبر عشان تنافس على الدوري. كابتن احمد حسام ميدو بعد رحله عظيمه جدا جدا من تدمير مصر المقاصه وتدمير وادي دجله والنتائج السيئه في كل حته عملها، ربنا بيكرمه بتجربه جديده مع نادي كبير قوي قوي. هي دي مصر، هو دي الكره في مصر. انت هتعمل مشاكل كبيره. انا اسف، هي دي الكره في مصر. هو انت لما تيجي تساليني في النهايه، واحنا عاملين كده ليه؟ ما احنا عاملين كده عشان كده كابتن احمد حسام ميدو واصحابه وغيرهم من قبل ما يفشلوا بيبقى جاي لهم شغل جديد. فاحنا هنفضل نلف وندور وهتجيبيني تاني واروح حته تانيه ونفضل نقول نفس الكلام. طب مش يمكن كابتن احمد حسام ميدو يفاجئنا؟ ما هو يفاجئنا بناء على ايه؟ ما هو يفاجئنا بناء على المعطيات اللي حاصله. وبعدين دلوقتي حاليا يعني مفيش فجوه زمنيه. ساعات النادي هو اللي بيساعدك برضو على النجاح، مش كل حاجه بتبقى على ما هو كابتن احمد حسام ميدو عنده تجارب مع انماط مختلفه من الانديه، يعني هو مشروع وادي دجله مختلف عن مشروع الاسماعيلي. معلش بس انت بتتكلم برضو في انديه اقل بشكل كبير، ممكن النادي ما هو الانديه الاقل انا ما طلبتش منك تاخد الدوري معاها، انا طلبت منك ما تهبطهاش. يعني انا طلبت منك ما تهبطش وادي دجله. انت قلت انا جاي لمصر المقصه عشان ينافس على كاس العالم للانديه، ففجاه الاقي الفريق بيتدمر وفعلا في الموسم الثاني هبط. فانا طلبت منك تقدم شكل، يعني اللي هو خليك في المربع الذهبي، قدم لي شكل خططي زي ما انا بسمعك كده وانت بتتكلم عن الخطط والتكتيك وبيب جوارديولا ويورجن كلوب، قدم لي ده ترجمه لاداء ونتائج. انما انا بشهاده رؤساء الانديه نفسهم ان انت بتدمر الموضوع تماما، فبالتالي انت معتمد طول الوقت على الصداقات وعلى العلاقات وعلى ان صاحبي هنا امير وصاحبي هناك كابتن حازم وصاحبي هناك يا استاذه سلمى. انا عايز اقول لحضرتك مفاجاه ان كان في اتجاه داخل اتحاد الكوره لدراسه تعيين احمد حسام ميدو رئيسا للجنه تطوير الكره المصريه. يعني لك ان تتخيلي ان رجل بهذا الرصيد من الفشل هو اللي هيخطط لتطوير الكره المصريه. يعني 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 مش عارف. بص انا بحب ما اتحملش على حد الا لما اشوف نتائجه. هشوف نتائجه مع النادي كبير زي ما قلت لك. ساعات الانديه بتفرق مع المدير الفني. انا شفت على مدار 8 سنين كابتن احمد حسام ميدو عامل ازاي. على الاقل انا اقدر اقول لكابتن احمد حسام ميدو بيعيد تاهيل نفسه. ما هو احمد حسام ميدو اللي من اسبوعين مش هيتغير في 20 يوم، هو هيتغير في سنتين ثلاثه، يقدر من خلالهم ياخد دراسات ويذاكر ويقرا ويتابع ويشوف هو غلط في ايه وعنده مشاكل ايه ويعدل منها ازاي. فهنا اقول كابتن احمد حسام ميدو نتمنى ان هو يكون عمل يقدر يعمل ده. انما كابتن احمد حسام ميدو هو بيظن ويعتقد ان هو من غير اي شيء قادر على انه طول الوقت ينجح وان هو يكسر الدنيا، فتكون النتيجه هي هي. وهرجع لحضرتك تاني وهاجي معاكي تاني وهقول كابتن احمد حسام ميدو فشل ليه، وهنقعد نقول ان هو فشل ليه. يعني نتمنى ان شاء الله ان هو يفاجئنا زي ما قلت لك يا سعيد. ونورتنا النهارده الناقد الرياضي سعيد علي. صباحك صباح الورد. صباح النور عليك يا استاذ. صباح الفل عليك. انا اللي بشكرك. شكرا جزيلا. الساده المشاهدين، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. استنونا بكره في حلقه جديده من صباح الورد.